ازيكم؟ انا مازن، وهنتكلم مع بعض شويه عن الحاجات اللي بتحصل في نادي الرجاء بعد الخساره من الاهلي المصري والخروج من دوري ابطال افريقيا. اول حاجه، كان في ماتش من امبارح، الرجاء بيلعب الاهلي في استاد مركب محمد الخامس. الرجاء تعادل 1-1 مع الاهلي، وبما ان الاهلي كان كسبان في القاهره 2-1، فمجموع اللقاءين بقى 3-2، والرجاء يودع البطوله من ربع النهائي. ايه اللي حصل بقى بعد البطوله؟ جماهير عامله ثوره، زعلانين على الاخر، يعني مش من الخساره دي بالتحديد بقى، زعلانين من اداء الرجاء في السنين اللي فاتت كلها، وعايزين مجلس الاداره بتاع النادي كله يمشي، من اول رئيس النادي لمسؤول التعاقدات لمسؤول اي حاجه، اي مسؤول في النادي الجماهير مش عايزاه خالص، عايزاه يمشي، وعايز النادي يتجدد من اول وجديد. واللعيبه برضو يعني هم ما بيلوموش اللعيبه قوي، انا حسب ما فهمت من الكلام اللي هم بيقولوه على الجروبات بتاعتهم. طبعا انتوا عارفين ان انا على جروب الجماعه الرجاويه دول، كتر خير الدنيا ان انا عرفت افهم شويه من كلامهم، عشان كلامهم عجيب اصلا. مش عجيب ان هو حاجه وحشه، عجيب ان هو حاجه حلوه، بس مش اي حد يفهمه، زي ما احنا برضو المصريين بنقول شويه كلام كده ما حدش يفهمه من غيرنا. انا اسف على الدوشه اللي بره، عشان احنا في رمضان ودلوقتي قبل السحور، والدنيا بتلف حوالين بعضها عشان اجازه السحور يعني وكده. نرجع لموضوعنا، ابص في الورقه بس. ليه الجماهير زعلانه من مسؤولين النادي؟ معلش بفضل ماسك الورقه عشان شكلي كده ايه هنطول. اول حاجه، الاداره الفاشله في كل حاجه، من اول رئيس النادي. عندك مثلا التعاقدات، المسؤولين بتوع التعاقدات مشوا لعيبه يعني كانت بتموت نفسها في النادي، وكانت ومشوها بتخفيضات، وعاملين حتى بيتريقوا بيقولوا البلاك فرايداي فيهم بدر بنون. مشوا لعيبه زي مين؟ زي بدر بنون ورحيمي ومالونجو ولاعب اسمه حفيظي. عندك مثلا زي بدر بنون ده، يعني كان مدافع من الطراز الرفيع، وكان ساعات بيتقدم لقدام ويجيب اجوان، فحاجه زي دي انها تمشي من النادي وما يتعوضش، فدي حاجه تزعل الصراحه. ولاعب تاني زي مالونجو، مالونجو هو صاحب الجون الرابع في ماتش 4-4 الوداد والرجاء في كاس الملك محمد السادس، وكان في الكاس في 2019 شهر نوفمبر، اللي هو الماتش كان خلص 4-4، كان الاول ب 4-1 للوداد، وبعدين كله كان بيقول الوداد هيصعد، وبعدين الرجاء رجع عمل ريمونتادا 4-4. كان هو مالونجو هو صاحب الهدف الرابع الاهلي الوداد للدور اللي بعد كده في الكاس، وبيجيبوا صفقات فاشله يعني غير كفء انها تعوض اللعيبه اللي مشيت. والحاجه الثانيه برضو تبع الاداره، حاجه ليها علاقه بالتذاكر. هم مثلا بيدوا تذاكر لشركه معينه، الشركه دي بتقلل التذاكر، بتمصلح من وراهم. انت برضو لما يبقى عندك مثلا كل ماتش وجماهير الرجاء كبيره وبتسند النادي بطريقه غريبه، يعني يا بخت الرجاء بالجمهور بتاعه يعني. فانت ما تبقى ضامن في ايدك كل ماتش، كل اسبوع مثلا ماتشين منهم ماتش، يعني كل اسبوع يا عم قول ماتش في قلب ملعب الرجاء، تبقى ضامن في ايدك حق 70-80 ألف، 60-70 ألف تذكره مثلا، دي مصلحه كبيره يعني فلوس. ف هما بقى اداره النادي بدات تودي الحاجات ديت لشركات معينه كده، ف في مصالح يعني بتسال من ورا الحوار ده. وبعد كده الرجاء هيبته راحت، مبقاش الرجاء اللي احنا عارفينه اللي من زمان بقى، ما قبل ما اتولد من سنه 99 ايام دوري الابطال، اخر دوري الابطال كان واخده، مبقاش الرجاء بتاع الاول اللي كان بيلعب. حتى مثلا من نرجع القريبه من 2013، نهائي كاس عالم وبايرن، نهائي كاس عالم فعلا وبايرن ميونخ، مش ده الرجاء بتاع زمان. يعني مثلا لك ان تتخيل ان فريق له جمهور من افضل الجماهير في العالم، اللي القنوات الاجنبيه بتعمل عنه فيديوهات بيقارنوا بجماهير دورتموند وجماهير برشلونه وجماهير بوكا جونيورز، لا الرجاء له جمهور العالم كله بيتغنى بيه، من 2014 لحد النهارده ما خدوش الدوري الا مره واحده، موسم 2019 2020، والله اعلم من قبل 2014 النادي كان خد الدوري امتى. وعندك مثلا اخر بطوله خدها كان الكونفدراليه اللي هي بتاع 2021 دي، اللي لعب الاهلي في السوبر بتاعها وخسر، والله اعلم برضو قبل كده الكام سنه اللي قبل الكونفدراليه دول كان بياخد بطولات ايه. وبالنسبه لدوري الابطال، الرجاء عنده 3 دوري ابطال، اخر دوري ابطال واخده من قبل ما انا اتولد سنه 99. شوف انت بقى من 99 لحد دلوقتي الجماهير مستنيه. طب دلوقتي الجماهير عايزه ايه بالظبط من الاداره؟ اول حاجه الجماهير عايزه الاداره كلها تتغير، رئيس النادي، مسؤول تعاقدات، مدربين، كله عايزين كل حاجه تتغير، ويجيبوا ناس يعني تعرف ربنا، مش بتوع مصالح، مش هيحوروا، هيتقوا ربنا في النادي، لان فعلا الرجاء نادي كبير وحرام اللي بيحصل فيه ده. النقطه اللي بعد كده، ان المسؤولين التعاقدات يجيبوا لعيبه كويسه تعوض اللعيبه اللي مشيت زي ما انا بقول لك. وحاجه اللي بعد كده، ان يبقى في افراد من الجمهور او المشجعين اللي بيبقوا في المدرجات يبقى لهم علاقه، يبقى لهم عضويه في النادي، لان الجماهير لان جماهير الرجاء يعني خصوصا عندها عقليه يعني جامده،
وبيحبوا النادي يمكن اكتر من بعض المسؤولين في النادي، وهيبقوا برضو حلقة وصل ان هم يوصلوا للنادي الجماهير عايزة ايه. طب الجماهير هتعمل ايه عشان خاطر اللي هم عايزينه ده يتحقق؟ قال لك هنقطع النادي، هنقطع الفريق. يعني ايه؟ يعني مش هيحضروا ماتشات لحد ما مطالبهم تتحقق. فانت ممكن تقول حاجة عادية، طب ما احنا عندنا الدوري المصري من غير جماهير، و الدوري المصري مالكش دعوة بيه، خليك في الدوري المغربي. كل أندية المغرب لها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا جدا جدا، وبيجيبوا فلوس قد كده كل ماتش. من الآخر طب يبقى عندك 60 70 ألف مشجع كل ماتش، كل أسبوع في ماتش مثلا في ملعب الرجاء مركب محمد الخامس ده، فأنت تبقى ضامن في إيدك حق 60 70 ألف تذكرة كل أسبوع. أما تيجي فجأة تلاقي مفيش الكلام ده، تقول مثلا أسبوع والتاني والتالت والجماهير تفضل مقاطعة، فمفيش فلوس مفيش فلوس مفيش فلوس. في نفس الوقت مثلا جماهير الوداد بتجيب مبالغ قد كده اهو برضه، وجماهير الرجاء مفيش. طب مش هيلاقوا فلوس يقبضوا اللعيبة؟ لا، هي مش ممكن توصل لكده ان مثلا فلوس التذاكر هي اللي بتقبض اللعيبة، بس هيبقى في تقصير فعلا. انت مثلا التذكرة عندنا مثلا بالمتوسط ب 100 150 جنيه، اما يبقى الاستاد فيه 80 ألف واحد عندك 8 مليون جنيه. شوف انت بقى 60 70 ألف من المغرب بالعملة اللي بيتعاملوا بيها تقريبا الدرهم، اضرب انت بقى شوف التذكرة بكام عندهم والدرهم بكام، فهيطلع لك مبلغ برضو. شوف انت بقى مثلا ما يعادل 8 مليون جنيه عندنا في مصر، 8 مليون شوية، 8 مليون كل أسبوع شوية. فهم بقى بيتكلموا على الحتة دي ان هم هيقاطعوا النادي ومش هيحضروا له ماتشات تاني. شفت ماتش الزمالك والرجاء اللي كان في 2020 اللي هو في بطولة القضية؟ ممكن لما الرجاء لعب الزمالك هناك في الدار البيضاء، الماتش كان من غير جماهير، وشوف بقى الزمالك عمل ايه في الرجاء هناك. المدرج من غير جماهير يعني، ما انا كنت اول مره اشوف الوان الكراسي بتاع المدرجات ديت في ماتش الزمالك والرجاء اللي كان هناك، كمان ما كانش فيه جماهير. كنت طوال الملعب ده يا اما كله خضر وقت تشجيع الرجاء، يا اما كله حمر وقت تشجيع الوداد، يا اما في نادي كمان برضو بيلعب في نفس الملعب جماهيره برضو له قاعده جماهيريه كبيره. في ماتش الرجاء والوداد اللي كان في 2019 كان النص بالظبط اخضر والنص التاني احمر، ما كنتش ابدا تشوف الوان الكراسي اللي الوداد عليها دي. معلش انا طولت بالحته اللي فاتت، بس رب تكون الفكره وصلت. انا بتمنى الخير دايما لنادي الرجاء، وربنا وحده اللي يعلم معزته عندي. انا كنت حتى وصلت لدرجه من كتر حب للنادي ان انا كنت خلاص حفظت اغلبيه الاغاني اللي الجمهور بيرددها وهو قاعد في المدرجات. كنت ناوي ان في يوم من الايام احضر ماتش للرجاء هناك في المغرب. فعلا بحب الرجاء، و انا مصري اهلاوي المرتبه التانية بقى، مفيش حاجه طبعا هتيجي بمرتبه الاهلي. انت اهلاوي فدي لوحدها بالدنيا، يعني انت اهلاوي مثلا تعادل انا مدريدي، فهو الاهلي يعادل يعني عندك الاهلي التاني عالميا بعد ريال مدريد. فبص بقى انت فاهم ايه ده، نادي يعني ايه مثلا ممكن يجيبوا اجانب ممكن يعدلوا الجماهير بتأثر عليهم، يعني مش منتخب ما ينفعش يجيب لعيبه من بره. انا بلف في الحته انتوا اكيد فاهمينها يعني. فهو ده نادي عنده عدى موسم وحش، الاداره هتقف، اداره محترمه وناس محترمين ورئيس نادي محترم، عملوا موسم وحش هيشوفوا الخطأ فين ويحسنوه دغري دغري. دي ميزه النادي الاهلي، انما في انديه الاداره بتاعتها مش مظبوطه. مثلا عندك الرجاء اهو ادارته مش تمام، الزمالك برضه، الزمالك يا جدعان تاني فرقه في افريقيا بعد الاهلي، حرام والله اللي بيحصل فيها ده. ورئيس نادي لسانه وسخ، ربنا يصلح الامور. بتمنى الخير دايما للرجاء وكل الفرق اللي بتعاني من نفس مشكله الرجاء. مبروك للاهلي وهارد لك للرجاء. اسف على التطويل في الحته اللي فاتت دي، بس معلش انا ساعات بسرح كده مع نفسي كده. نهايه فيديو النهارده، شكرا لاستماعكم، سلام. بكره الوصف بتاع الفيديو في سهم كده تحت الفيديو، بيبقى هنا اتكوا عليه في شويه كلام كده انا كاتبهم، عايزكم تقرؤوهم مش هو الكلام اللي هو مكتوبه خلاص. ماشي، شكرا لاستماعكم، سلام.